إذا كل هذه تحتوي على إرهاب من جميع أنواعه، معنوي، نفسي، اجتماعي، اقتصادي، ما بعد الموت، كلها إرهاب. ولكن اليوم كل هذا الفكر الإرهابي اللي موجود في المخزون الفكري الإنساني لا يقتصر على أساطير وكتب. شكون توا في أوروبا يجي يحكي لك على حروب الآلهة إلا كقصص وحكايات؟ حتى الديانات الأخرى، حتى الفيدية، ما عادش يحكي، أصبحت يعني ما عادش اللي في الكتب الإرهاب اللي في الكتب ما عادش يعيشوا الشخص، الفرد، المجتمع ما عادش يعيشوا، انتهى، أصبح تاريخ انطوى وانتهى. حتى الإرهاب اللي موجود في العهد القديم، شكون تلقى توا يهودي يعني يؤمن انه لازم يطبق اللي موجود في العهد القديم؟ يعتبروا فتره وانتهت حتى ان كان العدد نتاعهم قليل. نفس الشيء، شكون توا المسيحي اللي يحكي لك على الارهاب ويحب يطبق الارهاب؟ فما موجود اكثر هما لكن اقل من قبل. فما اشخاص يقومون بعمليات ارهابيه بدافع مسيحي، وتلقاه أكثر شيء الدافع المسيحي مربوط بالدافع الإيديولوجي العنصري. إذن أتباع هذه الأديان كلها في العالم مهما كانت ما عادش تعيش الفكر الإرهابي في تفكيرها. لأن قلت لكم الإرهاب البشري هو فكرة قبل كل شيء، فكرة. الدين الوحيد اللي الإرهاب اللي موجود في الكتب بتاعه مازال موجود في الإنسان اللي يؤمن به هو الإرهاب الإسلامي، الذي يمثل اليوم تقريبا 90% من الإرهاب في العالم. إذن الذي يهمنا هنا هو الإرهاب الإسلامي. نحينا من الإرهاب القديم وكذا والسياسي والأديان الأخرى، الكل ما عادش توا في الوقت الحاضر وفي المستقبل احنا قادمين على إرهاب إسلامي بأتم معنى الكلمة. منذ 50 سنة واحنا نعيش إرهاب إسلامي بامتياز. لكن قبل ما نتكلم عن الإرهاب الإسلامي لازمني نوضح بعض النقاط. الإرهابي الذي يقوم بالإرهاب بصفة عامة قد يكون شخص أو مجموعة، قد يكون تصرف فردي، وقد يكون يعني موعوز من طرف جهة أخرى، وقد يكون التصرف الجماعي يكون تصرف عفوي، وقد يكون تصرف يعني موعوز من جهة معينة. هذه معناتها نقطة لازمكم تفهموها. بصفة عامة الإنسان كفرد أو كمجموعة يلجأ للإرهاب كآخر حل، بدافع الحقد والانتقام من الآخرين، وفي نفس الوقت لأنه لا يريد أن يتغير ولا يقبل الهزيمة. إذن عندما تشوف معناتها شخص أو مجموعة مارست عملية الإرهاب، أعرف اللي ما عنده حد شيء في مخه، أعرفه راه منحط أخلاقيا وإنسانيا. حتى في حياتنا العادية إنسان تحكي معاه يلجأ لديه ولا يلجأ للسب، أعرفه أنه إنسان من الجمش يدافع على نفسه فكريا. أحنا كبشر مجعولين مش نحكيه، مش نناقشه، مش مش نتسبه بعضنا. أي إنسان يستعمل عملية السب أو العنف أعرفه راهو إنسان وصل إلى مرحلة اليأس، وأعرف اللي هو منحط أخلاقيا. هذه مسألة معناتها مفسرينها نفسيا، مش أنا معناتها نقول فيها. الانهزام الفكري
هو اللي يخليك تلجأ للإرهاب. هذه نقطة حبيت نقولها، الذي يصل إلى مرحلة الإرهاب هو وصل إلى مرحلة الإفلاس. أما النقطة الثانية، ما هي أنواع الإرهاب الذي يمارسها الإرهابي؟ قد يكون كما قلت لكم جسدي، كما القتل والعنف والضرب وغيرها، هذا نوع من أنواع الإرهاب. وقد يكون لفظي، بالسب والاتهام والشتم واستعمال الكلمات البذيئة وغيرها والتهديدات، هذا يسمى إرهاب. وقد يكون فكري أو نفسي، يعني الشخص ما يقولش وما يعملش ولكن يفكر، يكره الآخر، عنده حقد وكره في الداخل متاعه، يحب ينتقم الداخل متاعه. هذوما ثلاثة أنواع الإرهاب تقريبا عند البشر. إذا بعد ما تكلمنا وعطينا خريطة عامة عن أنواع الإرهاب الطبيعي والبشري وأنواع الإرهاب البشري المشروع والغير مشروع و الإرهاب الغير مشروع الإيديولوجي سواء السياسي أو الديني، ثم الإرهاب الديني عبر التاريخ، واليوم ما يسمى بالإرهاب الإسلامي هو اللي طاغي الآن وفي المستقبل ويمثل 90% من الإرهاب، والدول الغربية أمريكا وأوروبا في الحقيقة هي الآن تدعي إنها تحارب الإرهاب، يعني تتكلم على أساس إن الجيش متاعها والسلاح متاعها هو محاربة الإرهاب. ما نشوف ندخل في التفاصيل، هل هما يخلقوا الإرهاب باش يحاربوه أم لا؟ المهم الإرهاب موجود عنا، سواء هما يعني يشجعوا عليه ولا ميشجعوش هذا مش موضوعنا. احنا التركيبة متاعنا والدين الإسلامي يحتوي على الإرهاب، لهذا لازمنا نتكلموا على الإرهاب الإسلامي بنظرة تاريخية قبل ما نحكيه على الإرهاب الإسلامي في الوقت الحاضر. الإرهاب الإسلامي بدأ مع هجرة محمد من مكة للمدينة. عندما محمد هاجر من مكة للمدينة بدأ بالإرهاب الغير شرعي، الهجوم على القوافل، سرقة القوافل وغيرها من الأعمال اللي تعرفها، ما يسمى بالغزوات اللي قام بها هو والأنصار متاعه بحجة استرجاع أملاكه اللي سرقوهم له أهل مكة. احنا ما نشوفش ندخلوا في التفاصيل هذه. المهم الإرهاب الإسلامي بدأ غير شرعي. وقت تكونت المدينة والدولة الإسلامية الأولى تحت محمد، بدأ الإرهاب الشرعي. وقع كما تعرفوا غزو مكة، وهنا تكون ما يسمى الإرهاب الإسلامي الشرعي. بعد موت محمد أصبح هناك انشقاقات، وتكون بجانب الإرهاب الإسلامي الشرعي إرهاب إسلامي غير شرعي ضد الإسلام الشرعي. وتعرفوا الحروب اللي وقعت بعد محمد، سواء حروب الردة، سواء حرب الجمل، سواء حرب صفين والصراعات، وهذا خلال كل التاريخ الإسلامي. بل أؤكد إن ليس هناك صفحة من التاريخ الإسلامي ليس فيها إرهاب، كل صفحة. طبعا ما نحكيش على القرآن والحديث وما نحكيش على هذا الشيء، يعني الإسلام متشبع بالإرهاب، سواء خلال الدولة الأموية والحروب اللي عملتهم وإبادة الشعوب تحت الإمبراطورية الأموية والإرهاب اللي مارسوه على الشعوب الأخرى، سواء العباسيين
سوى العثمانيين. يعني هذا مسألة واضحة. ودائما عبر كل التاريخ الإسلامي كان الإرهاب الشرعي والإرهاب الغير شرعي عن طريق مذاهب ومجموعات مثل القرامطة والإسماعيليين وغيرهم وغيرهم والخوارج، وكلهم يمارسون الإرهاب، لأن تعرفوا أن الإسلام هو قام على نظام القبيلة، والقبيلة يجب أن تغزو. الإسلام اللي موجود هو قام على نظام قبلي، يعني عبارة على نظام قبلي تحول إلى دين. كل ما هو موجود في القبيلة كان تصرف عادي أصبح مقدس، وأصبح لهذا المقدس رب، وأصبح لهذا الرب معناته أنصار وقرآن وأحاديث وسنة وغيرها. لهذا كل كتاب التاريخ الإسلامي، كل كتاب الشرع والتشريع الإسلامي يقوم على الإرهاب، سواء الشرعي أو الغير شرعي. هذه مسألة لازمكم تفهموها. بعد سقوط الخلافة العثمانية شنو وقعت؟ وقعت أن العالم الإسلامي تقسم، فقامت دول كما نقولوا احنا السعودية على الإرهاب، وردت الإرهاب الإسلامي شرعي في منطقة من العالم الإسلامي، كما في الصومال، في أفغانستان قبل ما يسقطوا طالبان، السودان، وكثير من الدول الإرهاب أصبح شرعي. حتى تركيا اليوم فهي تمارس في الإرهاب الشرعي الإسلامي. تركيا اليوم، السودان، السعودية، وشنو تعمل في اليمن، وإيران طبعا هذاك إسلام إرهابي شيعي. وهنا معناتها باش ندخلوا شوية في التفاصيل، لأن نجم نقولوا 90% أو 80% من الإرهاب الشيعي هو شرعي، و20% غير شرعي عن طريق ميليشيات نصف شرعية كما حزب الله والحوثيين في اليمن. إذن الإسلام الشيعي النجم نقوله بصفة عامة هو شرعي. لهذا احنا ما نشبش نحكيه على الإرهاب الشيعي اللي أنا شخصيا أعتبره أخطر من الإرهاب السني. وهو ما يقولوا، يعني لو تشوفوا توا الجرائم اللي يقوموا بها السنة لا شيء أمام الإرهاب الشيعي عندما يخرج المهدي متاعهم. وفي الأحاديث متاعهم يقولوا أن المهدي متاعهم سوف يفني ثلثين البشرية، وأن المهدي متاعهم بش يوصل الدم للرقبة. إذن ما تفرحوش ياسر، رأوا محاربة الإسلام السني لا يعني أن الإرهاب الإسلامي انتهى، ما زال محضر لكم الإرهاب الشيعي اللي في المستقبل، ونتمنى ما نكونش موجود وقتها باش ما نحضرش على الإرهاب الشيعي لو لا يتم التحذير من الآن لمواجهة الإرهاب الشيعي. المهم هنا حبيت نقول اللي الإرهاب الإسلامي اليوم معناتها نجم نقوله 80% هو إرهاب سني، نحكي على الإرهاب الغير شرعي. أما الإرهاب الشرعي هناك السعودية، هناك تركيا، هناك السودان، هناك ياسر دول، فهمت، تمارس في الإرهاب الشرعي. أما السنة اللي هما يهمونا هون هما السنة اللي يحبوا عودة الخلافة الإسلامية بصفة عامة في جميع العالم الإسلامي، اللي هما منهم الإخوان والقاعدة وداعش وغيرهم. هذم الآن اللي شكلوا تقريباً
أكثر نسبة متاع إرهاب غير شرعي، منتشرين في كل العالم وفي أوروبا وفي الدول متاعنا، وشفتوا معناتها شنو يحدث في الوقت الحاضر. وهذا الإرهاب يمكن أن يضرب في أي مكان بطريقة فردية أو بإيعاز عن شخص أو مجموعة ما تعرفش عليه وبجميع أنواعه، ويشتغل تحت منظمات وجمعيات وبصفة فردية وبصفة شخصية، وإرهاب اقتصادي وإرهاب فكري وإرهاب اجتماعي وإرهاب نفسي وكل أنواع الإرهاب. هذا هو الإرهاب اللي احنا توا نواجهه فيه. إذا الإرهاب الإسلامي الغير شرعي الطاغي اليوم هو 80% كما قلت لكم من هذا الإرهاب هو سني. السؤال الذي يطرح الآن، من أين يأتي هذا الإرهاب السني؟ احنا مش نحكيه اليوم عن الإرهاب السني فقط اللي هو الطاغي واللي هو يشكل خطر كبير علينا كلنا، سواء في الدول الإسلامية ولا خارج الإسلامية، بجميع مؤسساته وجهاته وبجميع الأحزاب مهما كان، سوى الإخوان، سوى النهضة في تونس، سوى الأحزاب السياسية اللي تسمي روحها يعني تقبل الديمقراطية. بالنسبة لي الكل إرهاب، الكل إرهاب. النهضة اليوم في تونس تمارس الإرهاب، هذه مسألة لازمكم تفهموها. إذا من أين يأتي هذا الإرهاب؟ كيفاش يجي؟ هذا الإرهاب موجود في القرآن، موجود في القرآن وتفسير القرآن. كما قلت لكم كل الكتب الدينية موجود فيها إرهاب، ولكن هذه مقتصرة على الكتب، بينما في الإسلام السني هناك تفسير وهناك مبشرين في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وكل شيء موجود يدعو لهذا الإرهاب، وموجود في التاريخ وموجود في الأفلام وموجود في الأعمال الثقافية وموجود في المدارس الدينية والمدارس الحكومية وموجود في المجتمع وموجود في العائلات، ويتربى عليه الطفل من الصغر متاعه من اللي يتولد يذنوله في وضنه، يرعبوه أول ما يتولد، مازال كي خرج للدنيا مازال يبكي. شنو يقولوا له؟ الله أكبر. اللي توا في بالكم توا في أوروبا تقول كلمة الله أكبر يعني يمكن تموت، ولو حتى تقولها بالله، غير تقول كلمة الله أكبر يتيروا عليك. يا سيدي هذه الله أكبر، احنا في جميع الدول الإسلامية حبر ما يتولد الوليد يقولوا له الله أكبر في بطنه. إذا الطفل يربى على الإرهاب، العائلة داخل العائلة المسلمة سواء في الغرب أو في الدول متاعنا تتربى على الإرهاب. الوليد يترعب ويترهب من بوه ومن أمه، الأم تترهب من رجلها، الراجل يترهب من بوه ومن الدولة ومن رئيسه في العمل. يعني الإرهاب مغروس غرس في الثقافة وفي الفكر وفي كل شيء، وكل هذا تحت غطاء الإسلام. والإرهاب الإسلامي محمي بقوانين، قوانين عالمية وقوانين داخلية داخل الدستور. جي في أوروبا باش تتكلم على الإسلام يقول لك لا، ازدراء أديان، هذا كدين ما عندكش الحق تقول عليه هكاك، لا الإسلام متفتح، لا الإسلام كذا. لا يا سيدي، لا يا سيدي، الإرهاب موجود
في مصدر القرآن والسنة وفي التفاسير متاعه وبكل الوسائل وفي الجمعيات. الدول متاعنا والحكومات متاعنا والأجهزة متاعنا كلهم إرهابيين، والتعليم متاعنا إرهابي. إذا مدام الإرهاب الإسلامي موجود في كل شيء، في كل شيء، هذه معناتها حقيقة واقعة ما نكروهاش، في التلفزة متاعنا، أنتم شوفوا في التلفزة متاعنا كل يوم يدعوا للإرهاب، كل يوم من الصباح لليل وما يدعوا للإرهاب. كيفاش تحب تحارب الإرهاب وأنت تربي وتعبي وفي المدارس وفي الإعلام وفي كل شيء وتمارس الإرهاب؟ كيفاش تحب تحارب؟ ما تنجمش تحارب. إذا ما دام ما تنحيش كما نقولوا تجفف المنابع متاع الإرهاب، لا يمكن أن تحارب الإرهاب، لأن الإرهاب بصفة عامة فكرة، فما بالك لو هذه الفكرة تصبح ايديولوجية، وما بالك هذه الايديولوجية تصبح دينية، وما بالك هذا الدين يصبح مقدس. إذا الإرهاب ماهوش باش يتنحى ما دام ما تحاربوش فكريا. الإرهاب الفعلي، الإرهاب الفعلي بتاع تفجير وكل شيء هذاك لازم يحارب يعني بالوسائل متاعه، لكن هذا لا يمنع سوف الإرهاب يبقى. وكل مرة يخرج لنا واحد يعمل عملية إرهابية بسيارة بسكينة، يحرق غابة، يحرق عمارة، يعمل عمل إرهابي، حتى ساعات العمل الإرهابي يتعدى ما غير ما يفتنوا اللي هو عمل إرهابي، وهذا تكلمت عليه قبل. إذا ما دام الدين الإسلامي لا ينقد فكريا ويواجه فكريا، لا يمكن محاربة الإرهاب. قبل يعني وقت جاوبش يحاربوا الإرهاب النازي، منعوا كتاب كفاحي بتاع هتلر، ومنعوا ياسر من كتب، وعملوا قوانين يجرموا اللي ضد السامية وغيرها في هذاك الوقت، يعني عملوا مجهود كبير لكي يحاربون الفكر العنصري والفكر النازي. وقتها ما كانش فما انترنت، ورغم هذاك الكل مازالوا موجودين نازين الى وقتنا الحاضر، ولكن اقل حده واقل خطر، خطر ما نجموش نقضيه على الحاجه كلها، وانما نحدوا من خطر متاعها. يعني يبقى ديما نسبه، حتى الارهاب الطبيعي اكثر الدول المتطوره يعني تحدث لها خسائر سواء ماديه او حتى معناتها جسديه، ولكن تقل، ما نجموش نوصلوا للكمال. الارهاب المسيحي تقلل، الارهاب النازي تقلل. مثلا لو تجون نشوفوا الارهاب المسيحي في اوروبا، تم مواجهته بمفكرين بالفلسفه، بالفلسفه اليونانيه القديمه والرومانيه، وقعت كتب وبحوثات وكل شيء، يعني واجهوه الارهاب المسيحي بتاع الكنيسه، تم مواجهته فكريا من طرف شكون؟ من طرف اشخاص احرار. وعمرك ما تجي تشوف في وقت النهضه الاوروبيه ان فما واحد ينقد في المسيحيه ويدعو للاسلام، ما تلقاهاش هذه. وحتى كان فما بعضهم، فهمت يعني، الشعب يخزر له بنظرة الخائن، لأن مش باش يخرجهم من المسيحية باش يدخلهم في الإسلام، ماشيش. وحتى كان معناتها ما نظروا لهمش على أساس أنهم خاينين، فهم لم يذكروا في التاريخ أصلا. يعني توا وقت نحكيه عن النهضة الأوروبية، أكيد فما واحد ولا زوز ينقد المسيحية، كما توا مثلا بعض المسيح ينقد الإسلام ويدعو للمسيحية، ما تكرهمش التاريخ، نساهم، ما عادش فما وجود لهم. بل لو وجدوا هما باش يعطلوا وعي شعوبهم، خاطر وقتها مش كيما توا. احنا المشكلة متاعنا الخيانة
والسقوطية موجودة في التربية متاعنا الإسلامية. هذاك علاش تلقى واحد خرج من الإسلام ولا مسيحي يولي ينقد الإسلام من أجل الدعوة للمسيحية. لهذا أنا أقول وأكرر، هؤلاء الأشخاص اللي تشوفوهم معناتها يدعون للمسيحية ابعدوا عليهم، لأنهم يعلموكم الحقد والكره أول حاجة، وثاني حاجة هما قاعدين يعطلوا في مسيرة التحرر، التحرر من التخلف الإسلامي. ووقت تشوف مثلا بعض الأشخاص قال لي ليه هكا عندهم مشاهدين، لا ما تصدقوش، صدقوني المشاهدين اللي شاهدوا فيهم الكل 80% مسيح كيفهم. أنا كانت عندي قناة تعلموا دين ربكم اللي توا رجعتها تعلموا دين ربكم، وكانوا عندي تقريبا 15,000 أبوني. وقت تسكرت القناة متاعي وترجعت ما عادش ننقد الإسلام ياسر، وليت معناتها كملت نقد الإسلام ومازلت باش نعاود نرجع نقد الإسلام. اتصلوا بيا بعضهم قالوا لي شفيك ما ترجعش تنقد الإسلام وكذا وكذا، جيت شفتهم لقاهم مسيح. فهمت يا أخي؟ قلت لهم أنا ما مش الهدف متاعي نقد الإسلام، أنا الهدف متاعي هي توعية الناس، هذا هو الهدف متاعي. منهم فما واحد اتصل بيا قال لي كما تنقدش الإسلام راهي القناة بتاعك مش باش تمشي ومش باش يكونوا عندك أبونا ياسر، انقد الإسلام وسب الإسلام تشوف قداش يجوك من المسيح. قلت له ما حاجتش بيهم المسيح، أنا حاجتي بألف واحد فهمت يحب يوعى خير من 20,000 واحد جايين باش يتعلموا الحقد وباش يضحكوا على الإسلام. إذا توا بعض القنوات تشوفها مثلا فيها عدد كبير وكذا وكذا، راهو المتابعين تاعهم كلهم أقباط ومسيح الشرق وغيرهم، عند حكايه فارغه. فهمت؟ يعني ما تتغروش بالمساله هذه. وانا انصح جميع احرار العالم الاسلامي بين قوسين، وخاصه المتكلمين بالعربيه، يبعدوا على القنوات المسيحيه، لانها تضع السم في العسل. يتكلموا لك على المسيح ورحمه، كانوا نساو التاريخ متاعهم والمجازر متاعهم اللي عملوها عبر التاريخ. هو الإرهاب الديني دائما مربوط بالسياسة، هذه لازمكم تعرفوها. يعني الزردشتية وقت ارتبطت بالإمبراطورية الفارسية أصبحت إرهاب. اليهودية عندما ولات معناتها غزو أرض كنعان ولات إرهاب. عيسى ما عندوش حظ، علقوا في ساعة علقوا 3 سنين كما قلتها قبل. يعني محمد كان جامد في مكة، روا عندنا إسلام آخر. وعيسى كان ما تعلقوهش وما ماتش، راهو كون دولة وراهو عمل إجرام أكثر من اللي عملته الكنيسة. إذا ما تتغروش بالفكر أنه المسيح وما المسيح وكان مسالم، كي هو ما وهو بيدو قال أنا لم أأتي لكي معناتها أحارب الناموس. شنو هو الناموس؟ هو الكتاب القديم، العهد القديم. يجيك المسيح يبدأ يتبهنس ويحكي لك كان على العهد الجديد وينسى العهد القديم، يعني روحهم في بالوش المجازر اللي فيه ما يذكرهمش. إذن احنا الهدف متاعنا هو توعية شعوبنا. هذاك علاش قلت لكم ما تجيش تلقى في عصر النهضة، اعطيني اي واحد سبينوزا اللي هو رغم اللي اصله يهودي وغيرهم ونيتشا وكل شيء، عمره ما يجي يقول لك المسيحية كذا وخايبة، ويجاو للبوذية ولا يجاو للإسلام ولا يجاو لأي ديانة أخرى. لا، يدعون للفكر الحر، للتحرر الإنساني، هذاك حر شعوبهم. لهذا أنا هؤلاء كل القنوات اللي تدعو للمسيحية وتنقد الإسلام المسيحية يجب مقاطعتها لو تريد شعوبنا أن تعي، لأن هؤلاء يشاركون في عملية منع تقدمنا. أنتم تعرفوا أن الإسلام قائم على نظام القبيلة، يعني وقت يتعرض للغزو خارجي يصبح أقوى.
لهذا الإسلام وضع قتل المرتد، لأن ضعف نقطة ضعف الإسلام من الداخل. وعندما نقول من الداخل يعني فكريا من الداخل، عندما نكون أنا مرتد أو خارج عن الإسلام ومتحرر عقليا وأنقذ الإسلام، التأثير متاعي على المسلمين يكون أقوى من يجي مسيحي ينقذ الإسلام ولا يسخر من الإسلام، ولا حتى بعض الملحدين تلقاه يسخر من الإسلام وبطريقة يعني منحطة جدا، فيها حتى مستوى، حتى أنا نجم ناخذ لك، نجي يا سيدي هاي ناخذ التوراة، ناخذ الإنجيل ونبدأ نسخر، فهمت؟ نحط هكايا ونبدأ نقرأ هكايا ونبدأ نضحك، سهل، فهمت؟ أما كما يقول المثل، الجمل منشوف شكربته. المهم احنا هذا مش موضوعنا. اذا اليوم المنع ماهوش حل. طبعا المنع ماهوش حل، ما نجموش نعملوا كما عملنا للنازية. اذا شنو هو الحل بتاعنا؟ الحل بتاعنا الوحيد هو اعطاء الكلمة للمرتدين عن الاسلام. واي دولة سواء اوروبية سواء الدول بتاعنا تحب تحارب الارهاب الاسلامي السني، يجب أن تحاربه فكرياً، ولكي تحاربه فكرياً يجب أن تفتح وسائل الإعلام المرئية والنظرية والكتابية كلها الإنترنت. أحنا هو أنا مثلاً الفيسبوك متاعي عنده شهر ما نجمش نكتب، معناتها بسبب السينيال التبليغات، القنوات متاعنا مع على اليوتيوب نهار نهارين وهي مسكرة. إذن أين العزيمة لمحاربة الإرهاب؟ هل تتصوروا بالسنسور وبالمنع اللي يتعرضوا له المرتدين المخلصين للقضية متاعنا من أجل تحرير الإنسان، ما نتكلمش على الآخرين؟ إذن كان إحنا ما عندناش الكلمة باش توصل، فما عشرات أحرار، عشرات الأحرار لا عندهم لا دعم مادي ولا دعم معنوي، ومعناتها ومن حسن الحظ ان فما انترنت ونجموا نعملوا الفيديوهات. ورغم المنع نواصل ونواصل ونواصل ونواصل. اذا بدون إرادة قوية وقوانين دولية تحمي احرار الناقدين للإسلام الفعليين، لا يمكن محاربة الإرهاب الإسلامي السني فعلياً عسكرياً فقط، يجب محاربته فكرياً، وهذا ما ندعو إليه منذ أكثر من 20 سنة. إذن لو هناك بالفعل عزيمة، لازمكم لخصوا طول فكرة، الإرهاب الإسلامي السني هو إرهاب فكري بالدرجة الأولى، ويجب محاربته فكريا بالدرجة الأولى لو نريد أن نحدد من الخطر متاعه. وإن لا نحاربه فكريا لا يمكن القضاء عليه، وسوف ينمو ويتنامى ويتنامى. أي واحد يحب ينتحر يمشي يقتل ناس أخرين وتزهى في الإسلام. أي واحد عنده مشكلة نفسية أو ما عطاهوش له رقم تاعه يمشي يقتل ودزها في الإرهاب. إذن أنا أدعو إلى فتح وسائل الإعلام كلها للأحرار لنقد الإسلام، سواء في الدول متاعنا وإلا في الخارج، على الأقل في أوروبا. لو عنا إرادة فعلية لمحاربة الإرهاب الإسلامي، ويجب قوانين دولية ترفع الحصانة على الإرهاب الإسلامي كدين، ومحاربة الأزهر وقم وكل المدارس الدينية فكريا، ما نقولش أغلاقهم وإنما التوعية. أنت تشوف في أي إذاعة توا سواء في الدول متاعنا ولا في الغرب تيدعو للإرهاب عين باين،
نتفرج، انا نبدا نتفرج نشوف بعيني كل انواع الارهاب. اذا لا يمكن القضاء على الارهاب الاسلامي السني الا بمواجهه فكريه، وكل واحد منكم يشارك في محاربه الارهاب بتوزيع الفيديوهات التوعويه، مش الفيديوهات اللي تزيد تغلغل الارهاب والكره. هذه هي المساله المهمه اللي لازمنا نعرفها. كان عندنا بالفعل، كان الدول والحكومات معناتها تحب تحارب الارهاب تعمل هذا الشيء، وكان ما عملتش هذا الشيء انا اعتبرها هي مشاركه في انتشار الارهاب. وسوف نبقى مهدين في اي بلاصه، على بحر، في بواطه، في حفله، في كل شيء، لان هناك نيه بان يتواصل هذا الارهاب. ليس هناك نيه لكي يعيش الانسان في امان. ونحكي على الدول الغربيه اللي في دولها تكون هذا الإرهاب. نظن الفكرة واضحة، وعبرت في الفيديو هذه حول المسألة بصفة عامة، وأدعو المشاهدين الكل أنهم يوزعوا الفيديو أكثر شيء ممكن، وأنهم يركزوا المسألة مهمة جدا، ما يوزعوا كان الفيديوهات اللي توعي الإنسان، اللي تقدم حاجة للإنسان. راك وقت توزع فيديوهات كلها حقد وكرة، راك قاعد تعمل اللي قاعد يعمل فيه الإسلام. احنا نحب نحارب الجهل، نحب نحارب الخرافة، نحب نحارب الكرة، نحب ندعو للإنسانية، للمحبة، للتعايش، لقبول الآخر. هذا هو الهدف متاعنا. كان يكونش تفكيرنا هكا، رانا ما نش باش نتقدم. نظن الفكرة واضحة، وشكرا على وسع بالكم اللي سمعتوني حتى للأخر، ومع فيديو قادم. وشكرا على التوزيع، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم، وبسلام.